بالله والمرفوعة في العمود الثاني ناحية الرؤوس، تحذير الكرة ناحية حركاز، تسديدة ثم من جهة السحراوي، وهدف الأول، هدف الأول من دانفا، دانفا عبد الرحمن في الدقائق الأولى، دقيقة التاسعة أو العاشرة يمضي الهدف الأول بعد مخالفة راح نشوفها بالإعادة. دانفا عبد الرحمن يمضي الهدف الأول لصالح مولودية السعيدة. مخالفة كانت حضرت كما ينبغي، تسديدة من حركاز تصطدم بالمدافع ثم بالرأس من كروم دانفا. صحراوي استرجع الكرة هذه، ما فيش خطأ، دينفا، دينفا يوزع إلى صحراوي، صحراوي كرة ممتازة، ممتازة هذه الكرة لولتقيدي، ولتقيدي، 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 لكن تسديدته تصطدم بالمدافع. مازال يحتفظ بالكرة ثم يحاول يمرر، كرة ممتازة، ممتازة هذه الكرة، ممتازة هذه الكرة، ممتازة هذه الكرة، فتحة في العمق ناحية صحراوي، يضيع كرة هدف ممتاز جدا. مقابل ركنية واحدة أو ركنيتين، كادت الكرة تزور شباك الحارس، واضح غلطة كبيرة وكانت من زيدان. محمد الأمين على الصورة، معيشي رضا في الوسط، معيشي رضا يسدد، ممتازة، ممتازة هذه الكرة، ثم صحراوي، صحراوي تأخر، تأخر في هذه الكرة. مكلوش في الوسط يوزع كرة ممتازة، ممتازة هذه الكرة ناحية الدكوري، حضر كرة يسعد بورحلي، والهدف، لا لا، كرة ما دخلتش المرمى، مازال الدفاع يبعد هذه الكرة. هجوم رائع، تحضير من دكوري إلى زميله بورحلي، تسديدة مركزة كما ينبغي، والحارس، حارس يبعدها بروعة، ثم متابعة من دكوري، وبالحول من على الخط، من على الخط. دكوري يسترجع الكرة، حاول يوزع ناحية بورحلي، بورحلي ينطلق من الوسط، بورحلي سريع لما ينطلق من الوسط، يوزع كرة ممتازة إلى مكلوش، مكلوش يرفع كرة في العمود الثاني، والدفاع، تسديدة قوية كانت من أي تعلي، أي تعلي يحيى، ممتازة للكرة لدى عناصر اتحاد العاصمة، ثم بن علجية، تسديدة قوية، و ديارة يظهر لي أن فريق اتحاد العاصمة يلعب بأكثر راحة، تحضير والتسديد من بعيد، كرة ممتازة في العمود الهادي، إعادة للميدان، والحكم السيد عبيد شارف يعلن عن نهاية الشوط الثاني والمقابلة ككل.